بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 93. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم معالي الشيخ وبارك فيكم. نستأنف ما توقفنا عنده في باب صلاة الجماعة، إذ قال رحمه الله تعالى: ولهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هذا الحديث فيه وجوب الائتمام والاقتداء بالإمام لمن خلفه، فلا يوافقونه في التكبير ولا في السجود ولا في الركوع، وإنما يكون تكبيرهم بعد تكبيره للإحرام، ويكون ركوعهم وسجودهم بعد ركوعه وسجوده، ويتابعونه ولا يسبقونه ولا يوافقونه ويشاركونه في الدخول في الصلاة ونحوها. نعم. قال البخاري: قال الحميدي: هذا منسوخ، صلى بعد ذلك جالسا والناس خلفه قياما، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هو اختلف الحديث في هذا، فروي أنه صلى الله عليه وسلم جالسا وأمرهم أن يصلوا خلفه قياما، وصلوا قياما وخلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وروي أنه صلى جالسا وأمرهم بالجلوس فجلسوا. فبعض العلماء يقول الحديث الأول منسوخ بالثاني، وبعضهم يقول لا، ليس منسوخا، وإنما هذا يرجع إلى أحوال المصلين مع الإمام أو أحوال الإمام، فإذا بدأ الصلاة جالسا فإنهم يصلون خلفه جلوسا، وإذا بدأ الصلاة قائما ثم اعتل وجلس فإنهم يتمون الصلاة خلفه قياما، جمعا بين الحديثين. وهذا هو الأرجح والله أعلم، وهو الذي عليه المذهب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهما عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. نعم، وهذا فيه المتابعة للإمام، وهو أنه إذا هبط إلى السجود فإن المأمومين يبقون قياما على حالهم حتى يسجد الإمام على الأرض، ثم يتبعونه ويسجدون خلفه ولا ينحطون للسجود معه إذا انحط للسجود. نعم. ولهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم
إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. هذا فيه تحريم مسابقة الإمام الذي يرفع رأسه من الركوع أو من السجود قبل الإمام، فإنه يخشى عليه أن يعاقبه الله عز وجل فيحول صورته صورة حمار أو رأسه رأس حمار، فهذا فيه تحريم مسابقة الإمام. نعم. ولمسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. قال صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم، يعني في الصلاة، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف من الصلاة. فهذا فيه دليل على أن أفعال المأموم يجب أن تكون بعد فعل الإمام، ركوعا وسجودا وقياما وسلاما، فالمأموم يتابع إمامه لا يوافقه ولا يتقدم عليه، وإنما يكون بعده. هذا معنى الائتمام بالإمام. نعم. ولا بالانصراف، لا ينصرفون حتى ينصرف الإمام، لأنه ربما يطرأ طارئ أو يكون هناك سهو في الصلاة أو نقص فيقومون لإكمالها، فإذا انصرف الإمام عرفوا أن الصلاة قد انتهت ولم يبق منها شيء فينصرفون. نعم. وللبخاري عنه في حديث: فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع. نعم، تتم للرواية السابقة أو توضيح للرواية السابقة: لا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع، ولا ترفعوا من الركوع أو السجود حتى يرفع الإمام. على كل حال تكون أفعال الإمام المأموم بعد فعل الإمام. نعم. قال البخاري: وقال ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. إذا قدر أن أحدا من المأمومين قام قبل الإمام من الركوع أو من السجود فإنه يبادر ويعود إلى حاله مأموما ويكون فعله بعد الإمام، فإذا قام قبله يقعد حتى يقوم الإمام ثم يقوم بعده، وإذا ركع قبل الإمام فإنه يرفع من ركوعه ويكون مع الإمام، يركع بعد ركوع الإمام، وهكذا يستدرك ما حصل منه من الخطأ وتصح صلاته بذلك لأنه لم يتعمد. نعم. وقال الحسن: في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، وفي من نسي سجدة حتى قام قال يسجد. نعم. وقال الحسن، قال الحسن البصري، نعم، إمام التابعين: في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود، نعم، يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها. نعم، لا يعتد يعني بالركعة التي سبق بها الإمام، لكنه يتابع الإمام فيما بقي من صلاته، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة بدل الركعة التي سابق فيها الإمام. نعم. وفي من نسي سجدة حتى قام قال يسجد. وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد، يعني يعود ويسجد، يعني إذا قام قبل أن يسجد الثانية وذكر فإنه يعود ويسجد السجدة التي تركها ثم يتابع الإمام. نعم.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. هذا فيه دليل على مراعاة الإمام لمن خلفه، لأن فيهم الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، فيراعي أحوالهم ولا يطول أو يطيل الصلاة عليهم، بل يخفف الصلاة تخفيفا لا يخل بها، يخففها تخفيفا مع الإتمام رفقا بالناس ورعاية لأحوالهم، ليسوا على حد سواء. نعم. ولهما عن أنس قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة مع الإتمام، يعني تخفيفا غير مخل، يخففها مع الإتمام. نعم. ولهما عنه مرفوعا: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. هذا من رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته ورأفته بهم ومراعاته لأحوالهم، فكان يدخل في الصلاة وخلفه المسلمون من رجال ونساء، فإذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة بأمه، فهذا فيه شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته، وفيه أن الإمام يراعي أحوال المأمومين. نعم. ولهما عن المغيرة قال: تخلفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وضوءه، ثم عمد إلى الناس فوجدهم قد قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم، فصلى مع الناس الركعة الآخرة بصلاة عبد الرحمن، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: قد أحسنتم وأصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. نعم، هذا فيه دليل على أنه إذا تخلف الإمام عن الصلاة بعذر فإنهم يصلون حفاظا على الوقت أن يفوت. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك تخلف لعذر شغله، فالناس صلوا بإمامة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى مع خلف عبد الرحمن بن عوف مأموما، وصوب النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم هذا، أنه إذا تخلف الإمام وخشوا أن يفوت الوقت فإنهم يصلون، وإذا جاء الإمام يدخل معهم ويصلي خلف إمامهم. فيه فضيلة لعبد الرحمن بن عوف، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. نعم. ولأبي داود: فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الركعة التي سبق بها، يعني صلاها، أتم صلاته صلى الله عليه وسلم بعد سلام الإمام عبد الرحمن بن عوف. نعم. ولهما عن أبي هريرة مرفوعا: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. نعم، هذا فيه دليل على أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، بخلاف القول بأنه من دخل مع إمامه قبل السلام قد أدرك الجماعة، هذا قول للفقهاء، ولكن الراجح
أن الجماعة مثل صلاة الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. ولأبي داود بإسناد حسن عنه مرفوعا: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. نعم، هذا فيه دليل على أن من جاء والإمام على حال فإنه يدخل معه على تلك الحال، فمن جاء والإمام راكع يركع وقد أدرك الركعة، ومن جاء والإمام ساجد فإنه يسجد معه ولكن لا يكون مدركا للركعة، بل يتم صلاته بعد سلام الإمام. نعم. وقال عند البخاري: فما أدركتم فصلوا. نعم، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، في رواية فقضوا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة، هذا أول الحديث، إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا يعني مع الإمام، وما فاتكم فأتموا بعد صلاة الإمام، وفي رواية فما فاتكم فاقضوا. فعلى رواية فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا دليل على أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما يأتي به بعد إمامه فهو آخر صلاته فيتمه. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم إلى هنا. نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس، شاكرين ومقدرين لمعالي شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان هذا العرض والبيان، جعل الله ذلك في ميزان حسناته. نلقاكم في الدرس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير، والسلام عليكم.